وإن العبد يعجب أن بعضنا يا أخي بعضنا تعبه يمدح الناس عشان سلفه، عشان زوجه، عشان أعطاه السيارة وراح المكة، عشان كان مكروبا ففرج كربه، عشان جاء في سجن الملز وكفله يجلس الحياة يقول القصايد ويثني عليه، وكل ما جاء رفع قدره وبدأ يثني عليه وذبح له المفاطيح وفطحها وقعد القعدان عشان نعمة واحدة ما أنعم بها عليك إلا لأن الله أعطاه. يعني حتى اللي عطاك ما عطاك إلا من عطى ربي، فالنعمة في الأصل مهب منها الله يجزاك خير، هي من رب العالمين، ولذلك الأصل أن تحمده عليها.